تعالوا دلوقتي نشرح الـ non-competitive inhibition. ايه بقى ايه الفكرة في الـ non-competitive inhibition؟ الفكرة هنا ان المادة اللي عندنا مش هتتنافس مع الـ substrate بتاع الانزيم، تمام؟ فعشان كده ده سميناه ايه الـ non-competitive، لان الـ substrate مش هيتنافس مع الايه مع الـ inhibitor بتاعنا. بيقولك ده الـ type of inhibition ليه تأثير مهم على الـ Vmax، فبالتالي يعني تأثيره على الـ Vmax مهم. حتى انا كده بيقول لك الـ type of inhibition was recognized by its characteristic effect on Vmax، وهنعرف ايه الـ characteristic effect بتاع الـ Vmax. وتاني حاجة احنا قلنا ان هو ايه non competitive. طب ليه يا جماعة الـ substrate بتاعتنا مش بتتنافس مع الـ inhibitor؟ قالك بكل بساطة لأن الـ inhibitor مش شبه الـ substrate أصلا. ايه ده ايه ده يا دكتور؟ امال الـ inhibitor مش شبه الـ substrate؟ طب هو الـ substrate كان بيمسك فين؟ في الـ active site، صح؟ طب الاكتف سايت علشان ليه؟ علشان السبستريت كومبلمنتري للاكتف سايت، واحنا شرحنا الموضوع ده في الكي واللوك سير والكلام ده كله. طب الانهبيتور مش شبه السبستريت، هل معنى كده انها هتبقى كومبلمنتري مع الاكتف سايت؟ قال لك لا. امال ادام مش كومبلمنتري مع الاكتف سايت هتمسك فين؟ قال لك هتمسك في حاجه اسمها الو ستيريك سايت. يعني ايه الو ستيريك سايت؟ الو يعني ايه انذر سايت اواي فروم الاكتف اي سايت. طيب هنا بيقول لك ان كومبتيتيف انهبيشن اوكر وين ذا انهبيتور اند سبستريت بند ات ديفرنت سايتس اون ذا انزيم. تعالوا يا جماعه قبل ما نبدا نشوف تاثيره على الفي ماكس والكي ام، تعالى نعرف ايه فكره الكومبتيتيف انهبيشن. انا بحب لما اجي اشرحه بحب اجي اشبهه بالمقص، تمام؟ ده المقص اهو بتاعنا، ده المقص العادي. المقص يا جماعه علشان يشتغل لازم ايدك تتحط هنا وتتحط هنا. فلنفترض ان ايدك دي السبستريت، هنا سبستريت 1 وسبستريت 2، والمفروض ان السبستريت دول لما يدخلوا كده مع بعض ايه يحصل الكيميكال رياكشن. طب النون كومبتيتيف بيعمل ايه بقى؟ بكل بساطه بصوا النون كومبتيتيف بيعمل ايه؟ نون كومبتيتيف معلش تمام نرسمه تاني. قلنا هنا سبستريت 1 وسبستريت 2. النون كومبتيتيف انهبيشن بقى بيعمل ايه؟ كل بساطة النون كومبتيتيف انهبيشن يجي يقف هنا كده مثلا. هو لما النون كومبتيتيف النون كومبتيتيف انهبيتور ده جه وقف في الناحية دي، هل المقص ده يعرف يدخل كده ولا كده؟ قال لك لا مش هيعرف، فبالتالي السبستريت السبستريت الاثنين سبستريت الماسكين على الانزيم مش هيعرفوا يتحدوا مع بعض علشان يعملوا التفاعل كيميائي. ده انا بحب اشبهه ليه؟ بس ايه السبب في كده؟ بيقول لك والله بيقول لك ان لما النون كومبتيتيف انهبيتور ده يمسك في انذر سايت بيقلل الكاتاليتيك اكتيفيتي بتاعت الايه الانزيم. بمعنى ايه؟ بس يا جماعه لما يقلل الكاتاليتيك اكتيفيتي هل هو اثر على البايندنج بتاع السبستريت؟ قال لك لا ده مش بيأثر على البايندنج بتاع السبستريت. بمعنى ايه؟ لو افترضنا يا جماعه ان ده انزيم اهو، ده انزيم كامل وده الاكتيف سايت بتاعنا على شكل دايره، بس الاكتيف سايت ده البروتين ده الاكتيف سايت الكومبلمنتري للايه السبستريت، بس هنا بيبقى فيه بروتينات في الجزئيه دي كده، فيه بروتينات مسؤوله عن الكاتاليتيك اكتيفيتي. هو ستراكشر ككل، انت مش بتاخد جزء في الانزيم وتقول ده بس اللي مسؤول، لا هو ستراكشر ككل. فلو افترضنا مثلا ان الجزء اللي عامل كده ده هو اللي مسؤول عن الاكتيفيتي بتاعت الانزيم، لازم يبقى بالشكل ده، تمام؟ طب نفترض ان احنا مسكنا هنا النون كومبتيتيف انهبيتور، النون كومبتيتيف انهبيتور ده يعمل ايه؟ بكل بساطه قال لك هيخلي شكل الاكتيف سايت دايره زي ما هو، بس هيعمل ايه؟ بدل ما البتاع دي شرط طوليه كده هيخليها كده. قال لك الحركه اللي هو عملها دي هتقلل الكاتاليتيك اكتيفيتي بتاعت الايه؟ الانزيم. طب اخبار الاكتيف سايت ايه؟ الاكتيف سايت لسه زي ما هو، لسه دايره زي ما هو، فبالتالي مش هيأثر على ارتباط السبستريت بالانزيم بتاعه. دكتور انت ليه بتقول البقين دول؟ حالا هقول لك ليه بقول البقين دول، لما تعالى نشوف الايفكت اون في ماكس والايفكت اون الكي ام والايه؟ والفي ماكس. بيقول لك النون كومبتيتيف انهبيتور هيقلل الفي ماكس. ليه هيقلل الفي ماكس؟ بكل بساطه يا جماعه احنا قلنا قبل كده ان الفي ماكس بتعتمد على ايه؟ النمبر اوف انزيمز، نمبر اوف انزيمز افيلبل فور ايه؟ فور سبستريت. طب انت النون كومبتيتيف انهبيتور هنا لما مسك في الانزيم، الانزيم الكاتاليتيك اكتيفيتي بتاعته قل وشغله هيقل خالص او شغله مش هيشتغل اصلا. يبقى انت نفترض مثلا ان كان عندك اربعه انزيم مسك معاهم اثنين وحطيت عليهم اثنين نون كومبتيتيف انهبيتور، هنرمز لهم بالان اي، وده رمز انا برمزه كده بس اختصارا للوقت.
يبقى انت كده يبقى عندك كام انزيم ماسك فيه اللي هو الانهيبيتور، وكام انزيم فري؟ قال لك 2 انزيم فري، هم دول اللي هيقوموا بالشغل. طب قبل اللي ما نحط النون كومبتيتيف انهيبيتور كان عندك 4، هل الاربعه انزيم سرعتها هتكون قد الاثنين انزيم؟ قال لك لا، استحاله، اكيد دي سرعتها اكتر. طب الاثنين انزيم سرعتها ايه؟ اقل. وانا طيب بقى ايه؟ 2 انزيم وانهيبيتور. فعشان كده يا جماعه ايه، السرعه قلت لانك قللت عدد الانزيمات المتوفره للايه، للسبستريت. طب واحد يقول لي طب يا دكتور هو الماده دي مش ممكن نزود السبستريت فالنون كومبتيتيف انهيبيتور ده يتشال من مكانه؟ هرجع ارسم لك الرسمه تاني واقول لك اهو ده الاكتف سايت، وده مكان النون كومبتيتيف ايه انهيبيتور، وده مكان السبستريت. السبستريت هتتنافس مع النون كومبتيتيف انهيبيتور ليه؟ هو اصلا مش قاعده في مكانها علشان تتنافس معاه. هو انا امتى اتنافس مع حد؟ لما يكون الحد ده بتنافس معاه على مكان واحد. لكن ما اجيش انا مثلا بتنافس على مكان في مصر، واحد صاحبي بيتنافس على مكان في الزقازيق، واجي اقول له لا ده انا هتنافس معاك. طب ايه فين وجه المنافسه؟ المكان مش واحد يا جماعه، فبالتالي هنا مفيش ايه، هنا مفيش كومبيتيشن، مفيش منافسه اصلا. فبالتالي مهما زودت كميه السبستريت مش هيأثر، لان النون كومبيتيتيف انهيبيتور ماسكه ومش هتتشال بزياده الايه السبستريت الكونسنتريشن، وبالتالي النون كومبيتيتيف انهيبيتور هيضلها ماسكه في الانزيم وهتقلل الكاتاليتيك ايه اكتيفيتي بتاعته. تمام. طب هو ازاي ريفرزابل برضه يا جماعه علشان نعرف برضه ريفرزابل ليه؟ ليه احنا ليه قلنا ان ده ريفرزابل؟ قال لك بكل بساطه لان النون كومبيتيتيف انهيبيتور ده ممكن يسيب الانزيم عن طريق حاجتين، يا اما المد الانزيم المسؤول ان هو مسؤول عن الميتابوليزم اللي هو تكسير النون كومبيتيتيف انهيبيتور ده يجي يكسره ويشيله بره الانزيم، فبالتالي الانزيم يرجع يشتغل تاني. طب هو الريفرزابل كان اخبار الانزيم فيه ايه؟ قال لك الانزيم ما كانش بيرجع يشتغل تاني، ما ينفعش يرجع يشتغل تاني. لكن ده لو احنا شلنا النون كومبيتيتيف انهيبيتور الانزيم الاستراكشر بتاعه سليم وزي الفل، فبالتالي يقدر ايه يشتغل تاني. ده فكره الريفرزابل. اخبار الافكت ان الكي ام ايه، قال لك الكي ام يا جماعه احنا قلنا ان الكي ام بتعتمد على ايه؟ على الافينيتي، الافينيتي بتوين السبستريت والايه والانزيم. هل هنا انا قلت لك ان الافينيتي هتتغير؟ مش انا قلت لك ان الاكتف سايت شكله هيدنه زي ما هو؟ طب معنى كده لما الاكتف سايت يدنه زي ما هو شكله زي ما هو، اخبار السبستريت وانها تمسك فيه ايه؟ هتدنها زي ما هي. يبقى معنى كده ان الافينيتي مش هتتغير، ادام الافينيتي ما اتغيرتش الكي ام ايه ما اتغيرتش. يبقى الكي ام هتدنها كونستنت، الفي ماكس هتقل. فبيقول لك هنا النون كومبتيتيف انهبيتور دو نوت انترفير وذ ايه وذ ذا بايندنج اوف سبستريت تو انزيم. لان ليه طيب؟ ليه؟ لان النون كومبتيتيف انهبيتور بيمسك في انذر سايت ومش بيمسك فين؟ في الاكتف سايت. فبالتالي انزيم هيشوف الكي ام في نفس الكي ام سواء الانهبيتور موجود او ايه او مش موجود. ايه الامثله اللي عندنا على النون كومبتيتيف انهيبيتور؟ عندك اول حاجه الالوستيريك انهيبيشن والفيدباك انهيبيشن. تعال نبص على كل واحد فيهم كده. قال لك الالوستيريك انهيبيشن عباره عن سمول اورجانيك مولكيول، مواد عضويه صغيره بتقدر تمسك في مكان بعيد عن الاكتيف سايت. تمام. هتقدر تمسك في مكان فين؟ بعيد عن الايه، عن الاكتف سايت بتاعك. معلش هي دي غلطه في الباوربوينت، معلش دي خليها كاتاليتيك سايت. طب وبعدين هتعمل كونفرميشنال تشينج في البروتين، ده هيقلل الاكتيفيتي بتاعت الانزيم، نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق. المثال بتاعنا الاي تي بي 4 فوسفوفركتوكينيز. المثال ده يا جماعه هيجي السنه الجايه لما نيجي نشرح الجلوكوز ميتابوليزم. طب عشان برضو كده ايه، عشان برضو اديك هنت بسيط عن ايه هو الاي تي بي وايه هو الفوسفوفركتوكينيز. بصوا يا جماعه الجلوكوز لما يجي يدخل الخليه بيدخل في عمليه اسمها جلايكوليسيز، اللي هو تكسير الجلوكوز عشان تطلع في الاخر ايه، تدخل في كذا عمليه تكسير الجلوكوز عشان تطلع في الاخر اي تي بي. خلال الانزيمات المهمه اللي بتعمل التفاعل ده انزيم اسمه فوسفوفركتوكينيز، ليه دور مهم جدا في الباسوي ده. طب انا دلوقتي انا هسالك، لو انت عندك طاقه كتير قوي في الخليه هتحتاج تكسر جلوكوز علشان تكون طاقه تانية؟ طب مش لما تستخدم الطاقه اللي عندك، ولا هي طمع وجشع؟
الجسم مش بيمشي بالطمع والجشع، البني ادمين ممكن لكن الجسم لا. بمعنى ايه؟ الجسم الجسم قال لك انا ادام عندي طاقه كتير، عندي اي تي بي كتير، فربنا خالق، ان ربنا سبحان الله برضو خالق مش عايز يستهلك قوه الجسم على الفاضي. فالاي تي بي يا جماعه قلنا الانزيم ده بيساعد على تكسير الجلوكوز عشان يطلع اي تي بي. طب الاي تي بي زادت قوي في الخليه تعمل ايه؟ تقول له خلاص بقى، تروح رايح على الانزيم ده تعمل له انهبيشن، تقول له كفايه يا انزيم، ما احنا عندنا طاقه كتير في الخليه، ولا هو تبذير، فبالتالي تبدا تعمل له ايه؟ انهبيشن. تمام، بنفس المنطق كده، بس ده طبعا بقى مش انهبيشن، الاي ام بي. الاي ام بي ده اللي هو ايه؟ انا كسرت جزء الاي تي بي وخدت منه طاقه. لو الاي ام بي زادت في الخليه معناها ان انا زودت تكسير الاي تي بي، معنى كده ان انا الخليه محتاجه طاقه. تفتكروا هتعمل ايه في الفوسفوفراكتوكينيز؟ هتعمل له ستيميوليشن، يعني شوف سبحان الله، نقص الطاقه هيظهر في صوره زياده في الاي ام بي. امال الاي تي بي يا جماعه عباره عن ايه؟ ادينين جروب ماسكه في ايه؟ في 3 فوسفيت. انا بكسر البوند دي تطلع لي طاقه، وكسر البوند دي تطلع لي طاقه، ما تبقاليش غير ده. ده معنى كده ان انا عمال اكسر في الاي تي بي عشان اطلع طاقه، معنى كده انا محتاج طاقه. فالاي ام بي لما يزيد معنى كده ان الجسم محتاج طاقه، فبالتالي يروح يعمل استيميوليشن للفوسفوفراكتوكينيز ويخلي الباس واي ده ايه؟ يكمل لتحت. تاني مثال عندنا اللي هو الفيدباك انهبيشن، بنفس برضو الفكره. بيقول لك اللي هو، بس هو بقى الفكره هنا بيقول لك ايه؟ لو انت عندك باسوي زي ده، ده عندك انيشال سبستريت، تدخل انترميديت، انترميديت اند برودكت. في يا جماعه حاجات في جسمنا ما مش بتحصل، يعني بص الجلوكوز زي ما انا لسه قايل لك دلوقتي من شويه، علشان يدينا اي تي بي، هل دي خطوه واحده كده وتفاعل واحد؟ لا، ده في كذا تفاعل في الوسط، في كذا تفاعل في الوسط. التفاعلات دي بنسميها الانترميديت، يعني ايه؟ الحاجات الوسط. ايا يكن، بعيدا عن الجلوكوز بقى، تعالوا نشوف ايه الفيدباك انهبيشن ده. الفيدباك يعني اللي هو، انت عارف لما تقول لحد اديني فيدباك، يعني اديني الراي النهائي بتاعك او حاجه زي كده. يعني قال لك ده انيشال سبستريت، اهي هتدي انزيم واحد ده هيشتغل عليها هيديها انترميديت 1، انزيم 2 هيشتغل عليها يدي انترميديت بي، والانترميديت بي هيشتغل عليها انزيم 3 عشان يدينا ايه؟ الاند برودكت النهائيه بتاعتنا. تمام. الفكره في ايه بقى؟ قال لك ان الفكره ان الاند برودكت ده هيطلع بذات نفسه ويروح يعمل انهبيشن في الانزيم 1. بمعنى ايه؟ انت يا جماعه دلوقتي عمالين تمشوا في الوصول في الاتجاه ده، والاند برودكت عمال يزيد في جسمك، عمال يزيد عمال يزيد. طب هو هيدا انه يزيد الى ما لا نهايه؟ لازم توقف الموضوع ده. طب ليه؟ اصل معنى يا جماعه ان انا عندي اند برودكت زياده، معنى كده ان انا عندي اند برودكت انا ما استخدمتوش لسه، زي اللي حاطط فلوس في خزنته ولسه لسه ما استخدمهاش، لما يصرفها يبدا يروح يسحب من البنك وهكذا. فبالتالي ايه؟ الاند برودكت ده لما يزيد هيطلع بذات نفسه يعمل انهبيشن للانزيم الاولاني ده بالذات، علشان ايه؟ يوقف التفاعل ده خالص. فبالتالي الانيشال سبستريت مش عادة تتحول لايه؟ للاند برودكت. طب وايه برضه الفايده بتاعتنا؟ انك هتوفر طاقه، لان التفاعلات في الجسم محتاجه طاقه. طب انت وفرت تفاعلات ملهاش لازمه، وفرت حاجه رفيعه، يبقى انت وفرت طاقه، يبقى انت كده ايه؟ كويس. تعال نشوف كتاب الكاتب ايه، اللي هو بيقول لك انهبيشن اوف انزيم اكتيفيتي باسوي باي ذا اند برودكت اوف ذا باسوي اوكر ثرو بايندنج اوف اند برودكت وذ الستيريك سايت، وشرحناها. والالستيريك سايت ده هيقلل الكاتاليتيك اكتيفيتي بتاعت الايه؟ الانزيم ده. بيقول لك يوجوالي عاده بيحصل فين؟ مع الاريس ريفرسبل ستيب يونيك تو ذا بارتيكولار باسوي. تعالوا بس عشان نفهم الجمله دي يا جماعه. بصوا يا جماعه، في تفاعلات كتير في جسم الانسان علشان تروح من اكس التفاعل واي، قلنا انك بتاخد ايه؟ كذا تفاعل، صح؟ مش تفاعل واحد. في تفاعلات من دي بتمشي في الاتجاهين كده، تقدر تمشي في الاتجاهين. طب هو التفاعل اللي بيمشي في الاتجاهين هل انا هقلق منه؟ لا، مش هقلق منه لسبب واحد. بص ليه؟ لان عندي اكس مثلا هيتحول لسي، وسي تقدر تتحول لاكس. نفترض في اسوء الظروف ان السي اتحولت لاكس، طب ما الاكس تقدر تتحول لسي تاني وتقدر تكمل التفاعل ايه بتاعها وهكذا. لكن تعالى بس السي اتحولت لدي بنفس الفكره برضو ريفرسبل، ده بنسميه ريفرسبل، اللي هو الماده تقدر تتحول ايه؟ يعني الاكس يتحول لسي والسي تتحول لاكس. نفترض بقى ان دي لما يجي يتحول للاي ريفرسبل، يعني تفاعل ماشي في سكه اللي يروح ايه؟ ما يرجعش. فبالتالي التفاعل ده مهم جدا جدا جدا، لان بمجرد ما الاكس اتحولت لسي اتحولت لدي والدي خلاص اتحولت لايه، معنى كده انك ضمنت ان الاي دي مش ينفع ترجع لاكس تاني،
ليه؟ لان التفاعل بتاع الدي ده irreversible، في حين ان الدي ممكن ترجع للسي، ممكن ترجع للاكس. طب الاي مش قادره ترجع للدي اصلا، يبقى هل هترجع للاكس؟ قال لك لا. فبالتالي ده التفاعل ده بيبقى مهم جدا فين؟ في البصوي، لانه هو اللي بيحدد خلاص كميه الاند برودكت اللي هتنتج. فبالتالي ده اهم تفاعل عندك. حتى فبالتالي الاند برودكت بيشتغل على التفاعل اللي هو ايه؟ irreversible ايه؟ ستيب. وكل تفاعل، وكل تفاعل بيبقى ليه كده انزيم معين وستيب معينه مهمه ليه. حتى بيقول لك كل بسوي، سوري، كل بسوي ليه يونيك بارتيكولر يونيك ريفرسبل ستيب، ليها انزيم معين بيشتغل عليها. ماشي، استفدنا ايه من الكلام ده كله؟ استفدنا انها هو يمنع البريفنت اكيميليشن اوف ايه؟ ان وانتد اماونت اوف ميتابوليك اند برودكت. طب وده هيعمل ايه؟ هيعمل سيف انرجي، هيوفر طاقه. ايه المثال عندنا؟ حاجه اسمها امينو ليفيولينيك اسيد سنسيتيز انزيم، امينو ليفيولينيك اسيد سنسيتيز انزيم. خدناه فين ده قبل كده يا جماعه؟ ده خدناه في البيرودوكسين، البي ال بي بيرودوكسال فوسفيت، لما كنا بنتكلم على ايه وظيفته في الهيم سينثيسز. ده الانزيم المهم في تصنيع الهيم. تمام. طب احنا لو نفترض خلاص، احنا قلنا قبل كده ان الهيم بنصنعه ازاي؟ جلايسين زائد ساكسينايل كو ايه، هيدخل في سلسله هيدينا اول حاجه تفاعل يدينا اللي هو ايه؟ امينو ليفيولينيك اسيد عن طريق الامينو ليفيولينيك اسيد سنسيتيز انزيم ده. بعد كده يدخل في كذا تفاعل علشان يدينا ايه؟ الهين. اهو الهين ده الاند برودكت بتاعنا، يروح يعمل انهبيشن للايه؟ امينو امينو ليفيولينيك اسيد سنسيتيز انزيم. هو الهين ده كان بيدخل فيها يا جماعه، ده كان بيدخل في الهيموجلوبين. الهيم هو الهيم بارت بتاع ايه؟ الهيموجلوبين.